وهنرجع نقول برضو الشق أو العامل النفسي أساسي لا غنى عنه، يعني برضو الواحد لازم نفسيا يبقى مرتاح علشان يقدر إن هو يستمر. فللأسف الشديد برضو السيدات ممكن تكون بتعاني أضعاف من الضغط والتوتر عن الرجال. حضرتك برضو تصلحي المعلومة دي، بس لأن هي عندها مهام في المنزل وعندها مهام في العمل صح. ومسؤوليات وغيره وغيره، فده في حد ذاته بيأثر بشكل كبير على كافة المستويات. فالعامل النفسي أهم شيء برضو الواحد يركز فيه بتاعه. قلتي كلمة صح، إن الستات أكتر بكتير من الرجالة بكتير. الضغط العصبي، إحنا كستات عاطفيين، العاطفة هي اللي بتقودنا أكتر. دي حاجة مهمة، إن السيدة تحاول إن هي الحاجات النيجاتيف تبعد عنها. أي حاجة بتضايقني أحاول ما أعملهاش، ده مهم. لأن على طول بقول ستريس، كورتيزول، هرمونات تبوظ، عندي مشاكل كتيرة جدا نتيجة الاسترس، الضغط. الضغط ساعات بتسمعي ايه، انا الست مثلا بتقول لي انا جالي سكر عصبي، هي ما عندهاش سكر، بس السكر عالي نتيجة الاسترس. الكورتيزول اول ما بيعلى بيبوظ لي الدنيا كلها، الاندوكراين سيستم، الغدد الصماء، البنكرياس، الغدد الدرقية، المبايض، كل الحاجات دي عندي بتبوظ. هرمونات الاستروجين، هرمونات الانوثة عندها بتتلخبط، بتبتدي تدخل. ما انت لو كورتيزول عالي هيسحب لي الملح، هيسحب لي الصوديوم، فتبتدي تتخن، تبتدي يحصل لها خمول. فنحاول بقدر الامكان، ونقدر نستخدم قلب مالتي فيت، لانه داعم للصحه النفسيه بشيء ما، لان انت عندك مهم قوي للاعصاب ومهم لصحه الدماغ. فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه، فيتامين بي كومبلكس موجود داخل قلب مالتي فيت، فيتامين بي 1 2 3 5 6 و7 و9 و12. صعب جدا ان احنا نلاقي مكمل غذائي موجود، موجود يعني موجود في السوق المصري في كل الفيتامينات دي في عبوة واحدة. اوكي صعب، صعب جدا. طبعا عشان كده بقول ملناش بديل. مهم زي ما انا قلت للستات الكالسيوم، النحاس مهم جدا جدا. النحاس مهم لاي خلايا عندي بتتجدد. حمض الفوليك، الستات الحوامل يمكن بياخدوا، الدكتور بيكتب لها فوليك اسيد الفوليك اسيد من قبل ما يعني وهي لسه بتخطط للحمل من قبليها. الفوليك اسيد مهم جدا لدعم الجهاز العصبي للجنين ولتكوين الجهاز العصبي وعدم تشوه الجنين. طبعا الكوبالامين، فيتامين بي 12 مهم جدا لتصنيع كرات الدم الحمراء. عشان كده حتى بعد انقطاع الدوره بتمشي على فيتامين بي، بتمشي على كالسيوم، لان اولا الاستروجين بيقل والكالسيوم بيحصل لها شويه ضعف في العظم، فمهم تمشي على كالسيوم ومهم تمشي على فيتامين بي 12 عشان يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء اكتر.